من شوي جالس أسمع في أحد الإذاعات قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كلما أكثرت أنت الرابح، تكفى همك ويغفر ذنبك. أبو بكر الصديق كان مهتم أشد الاهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، يقول فسقيته لبنا، يقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ارتوى. اللي يشرب الرسول عليه الصلاة والسلام واللي يرضى، أبو بكر لما شافه ارتوى سر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. يعني ما تجد صحبة مثل صحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول خلوا عني خليلي، اتركوا عني صاحبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وارضى عن أبي بكر. يقول عنه الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه أبو بكر الصديق، صاحبه ذكرها الله في القرآن، اللهم ارضى عن أبي بكر الصديق واجمعنا به الفردوس الأعلى من الجنة. إذا تبغى تصل إلى درجات عالية من بغيت الصدق من الصحبة من الوفاء، اسمع قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مرة يجي عن يمينه، مرة يجي عن يساره، مرة يجي من أمامه، مرة يجي من خلفه، حتى في الغار يقول فنفضت نفض له المكان، ساوى له المكان قبل أن يجلس، يتأكد المكان ما فيه من الهوام أو من الدواب، ويحاول أنه يعني يجعل له ما يكون فيه حصى عشان ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني اضطجع. يا أخي حتى هو داخل مكة المدينة، داخل المدينة، أبو بكر كان شيخ، يعني عمره 51 والنبي عليه الصلاة والسلام 53، لكنه شيخ يعني شاب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني فيه شيب أكثر. يقول الناس يعني ما يعرفون من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني توم ما بعد عرفوه، لأني أنا أكبر هيئة كشكلا، هيئة أكبر شكلا. أنا أبو بكر الصديق فيه الشيب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما في شيب إلا كم شيبة قليلة. فكان يوضح لهم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وضع عليه بردته، يعني اللباسة من أجل أن يظهر له الإجلال لأهل المدينة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أنا أنصح بسماع قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تبي تتعلم كيف الصحبة، تبي تتعلم كيف الصداقة، تبي تتعلم كيف الوفاء، تبي تتعلم كيف التضحية، ها اسمع بس قصة النبي عليه الصلاة والسلام، هجرته وكيف كان تعامل أبو بكر الصديق معه. ترى هذا يعلمنا كيف نتعامل مع من حولنا، مع من صاحبنا، مع من عاشرنا، مع من نحن نحبه ونجله ونخاف عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى عليه.